أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من حصة البلاد اليوم في حلقة اليوم نعود إلى المواضيع أحد واحد من المواضيع الاقتصادية التي تثير الكثير من الجدل في الجزائر إنه موضوع التصدير فبينما تقول الحكومة أن عام 2017 سيكون عام التصدير لمواجهة الأزمة المالية عقب انخفاض أسعار المحروقات في الأسواق العالمية فيما يبقى هذا النشاط ووفق الأرقام الرسمية يعرف تراجعا وتراجعا مستمرا نبحث في حلقة اليوم عن واقع التصدير في الجزائر ماذا نصدر إلى أين نصدر وهل هناك فعلا استراتيجية للتصدير في الجزائر وما هي الحلول حتى تعود حتى الجزائر تسترجع اسواقا كانت فيها تنافسيه في حلقه اليوم اسعدوا باستقبال كل من السيد علي باي ناصري رئيس جمعيه المصدرين الجزائريين اهلا بك سيدي اهلا بك أهلاً. وايضا السيد عبد الكريم منصوري عضو لجنه الماليه والميزانيه بالبرلمان اهلا بك سيدي شكرا على هذه الدعوه اهلا سيد علي باي ناصري كرئيس لجمعيه المصدرين الجزائريين نعم يعني في بداية الحلقة تشخيص لحالة التصدير في الجزائر كيف راهو التصدير سي نصري؟ أنا في رأيي نقول باللي ما الجزائر بلاد غير مصدرة غير مصدرة غير مصدرة خارج محروقات لماذا؟ لأن كي نشوفوا يعني الأرقام رانا كنا في 2014 ما نروحش بعيد بزاف 2014 كنا جبنا 500 مليون نزلنا الى جوج 63 مليون في 2015 وزدنا نزلنا في 2016 المليار و800 مليون هذا هو الواقع يعني ما راناش نقدموا رانا نولوا للور لماذا؟ في الوقت اللي كان من المفروض ان نفتحوا افاق اخرى خارج المحروقات لماذا؟ لازم كان يعني وقت الاستفهام يعني لماذا؟ لان خارج المحروقات اغلبيه تقريب 65% تاع خارج المحروقات هما الاسمده الأسمدة وبعد النفط هي محروقات هي يعني. محروق. هي يعني غير مباشرة مشقة من المحروقات نعرف بلي... نعرف لازم نعرفوا بلي خ... 70% نتاع الأسمدة تكون من الغاز لي زامونيترات لوري لي زامونيا كاكوز خارجين من الآخر سوناطراك تانيت راهي تانيت هي خارج محروقات موجودة لأن من لا كاين سكون ابيلي نفطالور لي زاروماتي لي سولفون ثاني تخرجهم يعني مش انا نصدروا يعني مثلا لو نشوف قطاعات قطاعات قطاع الفلاحي مجوزت المعدل المعدل هذول هذول ما يتجاوز 6 مليون دولار الجزائر الطويله العريضه المعدل الجهوي من مليار و200 الى جملار و600 هذا هو الواقع هذا اللي نقول ما عندناش يعني ما رانا بلاد غير مصدره زيدوا نشوفوا باب واحد اخرى عدد المصدرين 10 يمثلوا 97% تاع الصادرات الجزائريه 10 عشرة العدد عشرة الحالي 10 عشرة يمثلوا 97% تاع الصادرات يعني اي باب تشوف تلقى باللي الباب ديقه عندنا رانا تقريب زدنا في 2016 عدد المصدرين تقريب 200 و 23 24 رانا في 722 مصدر ولكن كاين اللي صدر 1000 دولار وكاين اللي صدر 200 مليون دولار يعني هذا هو اللي خليني نقول باللي رانا بلاد غير م... رانا في بدايه مرحله تاع التصدير واش لازم نديروا هذا نقولوا ربما نخليوها نخليوها لوقت ل... 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 اخر في الحلقه السيد عبد الكريم منصوري هذا تشخيص السيد علي باي بيناصر رئيس جمعيه مصدرين جزائريين قالت لك تقريبا الجزائر بلد غير مصدر وهذا حتى شوية رانا نصدروا فيها هي ما رهيش خارج المحروقات تماما هي مشتقات المحروقات مثل الاسمده عندنا عشرة مصدرين عشرة مصدرين الفلاحة الجزائر الطويلة العريضة الخصبة وكذا والمتنوعة 60 مليون دولار أكثر مش هذه يعني لا يجوز اقتصاديا حرام اقتصادي هذا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونشكرك على هذه الاستضافه مرحبا حي ضيفك ومن خلال كل متتبع قناه البلاد يعني هو في الحقيقه قبل الاجابه على السؤال هو ينبغي ان ندرس واقع الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال الى يومنا هذا والمراحل التي مرت بها البلاد حتى اوضح لك هذه الصوره ان الدوله الجزائريه دوله تستورد بالدرجه الاولى هذا اذا كان ما راح نشرح نتكلموا على خارج المحروقات ماذا نصدر لا نصدر شيئا لان المبلغ الذي نصدره حاليا لا يساوي شيء لان الاكتفاء الذاتي من المنتوج المحلي لن يصل الى مستويات ونغطي الاحتياجات الوطنيه نفتح قوس على الجانب الفلاحي الفلاحه الشيء الاساسي الذي لم يكن لدينا اكتفاء اكتفاء ذاتي بأتم معنى الكلمه هي الاراضي المسقيه الجزائريه لا تتعدى مليون هكتار. وهذا نقط وهذه نقطه سوداء في الفلاحه الجزائريه. وبالتالي اذا كانت الاراضي المسقيه لا تتعدى مليون هكتار مقارنه ببعض الدول المجاوره حيث الأراضي المسقية تفوق 6 ملايين يعني رانا في وضع خاف حتى على الاستهلاك المحلي والمنتوج المستهلك محليا وينك كاين تصدير ولكن ولكن استراتيجيه الدوله والنظره الحقيقيه في اعتقادي بدينا وين بدات الازمه بدات يعني بوادر الازمه بعد انهيار اسعار البترول الجزائر استفاقت لهذا الامر وبدات تنوع الاقتصاد لان ذاك نوع الاقتصاد راح يكون يعني تلبيه الطلب المحلي في هذه اللحظه وين الواحد يزيد يبذل مجهود باش يكون انتاج اوفر ثم يكون التصدير. التصدير هنا في اعتقادي انا شخصيا، هنا إن ماذا نصدر؟ بعض المواد تعد على اصابع الايدي. هي تعطي جيد ولكن احنا بلاد الاول ينبغي ان نعمل جاهدين لانتعاش المنتوج الفلاحي، نظرا لشساعة المساحات، يعني واختلاف أه. انواعها والتربه في الجزائر، خارج المحروقات، الدوله كذلك بدات تنظر بنظره مستقبليه وين يكون انتعاش في المنتوج الكهرومنزلي في المنتوج الميكانيكي في هذه الحاله يعني وراح يكون هناك يعني على الافق ان شاء الله القريب راح يكون في اعتقادي انا راح يكون يعني, يعني أنا, في أنا في البدايه انا في البدايه هذا بدات النظره في اعتقادي كمتتبع للشان الاقتصادي الوطني النظره بدات تتغير منذ سنه 2014 بعد كشف ما كنا نعمل عليه وهو الاستيراد العشوائي لكن لكن الارقام اللي قدمها لنا السي ناصري يعني تكشف يعني ضد هذا الكلام سي منصوري يقول لك في 2014 كان عندنا 500 مليون دولار بعدين في 2015 وزمداير 63 إلى واليوم إلى رانا مليار, مليار و800 لا هذا عارف انا قلت لك من 2014 بدات الدوله لان الطلب المحلي متزايد مع تزايد عدد السكان يعني هذا شيء معروف وفي غياب بعض الدراسات الاستراتيجيه في بعض المنتوجات يعني سنه تجد يعني الدوله في عجز مثال تاع منتوج البطاطا السنه المقبله تكون وفره ومخزون وهنا بدات العمليه يعني ووزاره الفلاحه يعني بدات تنظر يعني بعد اللقاء اللي جمعنا مع السيد الوزير هناك يعني افق وافاق مستقبليه من جانب الفلاحه يعني النتيجه ما تكونش ربما في سنه وفي سنتين ولكن مستقبلا في اعتقادي انا الشخصي يعني لازم صبروا شوفوا سي علي باي نصري نصبروا شويه قال لك احنا استفقنا هذه الازمه راهي ضربتنا على الراس وراح نحققوا الاستفاقه تاعنا والقفزه شوف مليح إيه؟ المشكل في الجزائر مهم. هذا هو حنا عندنا الوقت نضيعوا فيه لازم نعرفوا باللي كاين الوقت الاداري والوقت الاقتصادي لو طو ايكونوميك لو طو ادمينيستريتيف حنا اداري حنا رانا إداري. في لو طو ادمينيستريتيف ولو طو نعطيك انا خرج وثائق تاع 2009 تعليمه من وزير الاول ذاك صدمه في 2009 لماذا 2009 خرجت القانون التكميلي؟ لماذا؟ لأن أول خطرة مدة 10 سنوات من 99 إلى 2009 الميزانية كانت فايضة أول خطرة في السداسي الأول في 2009 البرميل تاع البترول وصل 37 دولار التصدير كان 22 مليار دولار والاستيراد 21 مليار دولار أول خطرة كان نقص كبير في الميزانية وسرى قامت القيامة وخرجنا من القانون التكميلي واش فيه القانون التكميلي واش فيه في الكريدوك لماذا الكريدوك قال باش نقصوا نقصوا الاستيراد هل نقصنا الاستيراد قفزنا من 39 مليار دولار في 2009 الى 41 مليار في 2010 الى 44 مليار في 2013 الى 58 مليار نقصنا زدنا واش معناتها معناتهاش ما كاش تقييم كيكونوا قرارات واحد ما يقيمها وتنعكس على الاهداف تاعها وواحد ما يقيمها انا دوك نقولو كريدوك ماشي مليح شكون انا ذكر اللي يقول كريدوك كان يقول كريدوك ماشي مليح الناس كاع صفقت عليها طيب حنا في 2009 قال لازم نروحوا للتصدير <applause> وصرا عاود ترفع سعر البترول الى 120 من دولار وعندنا قدنا على هذيك انا شغل البترول يخدرنا دائما احنا نجي ننتقل البترول يعاود يرجعنا تفائل الان لماذا الانترفيو تاع رئيس الجمهوريه مع مع اوكسفورد بزنس نعم قال كلمه انا سجلتها مهما كان سعر البترول راح نروحوا لهذا هذاك واش قصنا انا ذاك مهما كان سعر البترول لان يعني خلاص تعلمنا الدرس هذه هذه هي الخلاصه وهذا هو اللب لماذا؟ ل 2009 37 مليار 37 أه دولار وعلاش عاود على البترول؟ علاه؟ لان الازمه انذاك كانت تابعة سوبرايم ما هو لا كريستو تاع سوبرايم نتاع القرض اه العقار في أمريكا ولماذا السعر طلع؟ لأن لا فيدرال ريزيرف بانك تاع أمريكا وتاع إنجلترا دخلت باش عاود تفت الاقتصاد وعاود طلعت حاليا لا المعطيات تبدلت ولكن حنا 86 خدينا صدمة ونسيناها 2009 خدينا صدمة ونسيناها على هذيك انا متفائل الان لي لان يعني الصدمه ممكن رأسي. طول شويه راهي هذا المقال اللي كنا محتاجينه مهما كان سعر البترول لازم نروحوا بس واش لازم نروحوا؟ لازم نروحوا للرؤيه انا كي ما الراي اللي يقول لي مثلا الفلاحه ما زلنا الفلاحه ونفسها هاي الساحة الفلاحه تستورد ولا ما تستوردش؟ الكثير نستوردوا ليزانطرون لي برودويشيميك الدنيا كلها نستوردهم الا ما عندناش دوفيس مين رايحين نجيبوها مين نقو... رايحين نزيد انا ماشي م... الشيء المطلق ماشي مليح لي كومونتير كيما يقول كومونتي هذيك ماشي مليحه انا من الناس للتحاليل نعطيك سبيل المثال لماذا الجزائر انتاج تاع 800 الف طن تاع طنور ورانا في المرتبه السابعه ولا الثامنه في العالم في التصدير حنا صدروا اقصى 39 مليون دولار تونس قدامنا 250 مليون دولار هي الانتاج تاعها 200 الف طن واحيانا سي سي علي ناصري تمور جزائريه تعلب انها كتونسيه وتباع في الاسواق ولا هذه بين قوسين با لازم نعرفوا باللي هذه التوانسه الى شروا من عندنا يشروا ما يشروش حاجه كبيره يشروا يعني دقره نور حقيقيه وماشي انا نضرب لي واحد ما يقدر يدي ارقام بصح ولازم نعرفوا حاجه التمور عنده مشاكل تاعهم ما نحبش ندخل في فصل التمور في الميدان تاع التمور لازم نعرفوا ما نحبش نقول مقال اللي ربما ينعكس على الانتاج تاع التمور ولكن التمور هل الجزائر عندها قدرات عندها لماذا ما تصدق اول راه على, على وزاره الفلاحه تحكم احنا كي كاش استراتيجيه على وزاره فلاحة القطاع انا ناديت وزير الفلاحه السابق والحالي لماذا ما عندكمش فرع للتصدير؟ لماذا ما عندنا؟ علاش صدرنا علاش صدرنا البطاطا؟ علاش صدرنا البطاطا؟ علاه؟ 2000 طور ولا 2500 طور نتاع واد سوف أنت واد سوف علاش صدرنا؟ لأن بينت بينت ما هو سكون ابال لي زاتو واش معناتها؟ لي زاتو تاع بلاد حنا عندنا الجزائر نقول يعني لي رار بي في العالم اللي عندها المساحه الارضيه تسع حنا عندنا 8 مليون 500 هكتار دو سيفاس اغريكولتي المغاربه عندهم 8 ملايين و700 الف ما عندهمش بلوس بصح هما راهو خلاص حنا عندنا وين ما كانت الفلاحه ولا كانت الفلاحه يعني عندنا قدرات باش القاعده الفلاحيه تتسع نعم هذه وحده اسمح لي اسمح لي شوف هذه حاجه مهمه جدا ثانيا نهار كان الانتاج تاع البطاطا ضاع لان باش تصدر قنطار تاع البطاطا ترضع ولا تضيع 40% هل المشكل ترفع؟ بدينا نديروا لي بلاتفورم لوجيستيك يعني كيفاش ضيع فهمنا في هذا كي تشري مثلا تحب تصدر م -م. تصدر قنطار كي تروح عند في اللح تشري عند فلاح تشري كي الصغيره الكبيره المصدر معايا معايا ايه يصدرها هذيك اللي اللي يبعثها للخارج كاين كاين صفيها 40% صغيره و60% صالحه للتصدير يعني حنا نظن انايا عدم الرؤيه على مستوى كل قطاع لازم يبني استراتيجيه تاعو نهو طالب العالم نعم 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 سي عبد الكريم منصور مثل ما قالنا تقييم سي عبد علي باي ناصري اذا احنا عندنا الامكانيات على الورق يعني نستطيع ان تغزو منتجاتنا العالم البطاطا يعني حتى صحراء واتسوف ما شاء الله يعني جبت لنا بطاطا لكن هنالك صحراء بيروقراطية في الجزائر هي التي صحرت كل هذا المشاريع وصحرت هذه الأحلام وخلتنا بعيدين كل البعد عن أن نصدر من جزائرية إلى الخارج هو في الحقيقة تاع القول هو أنت لست مخطئا لأن البيروقراطية أثرت علينا سلبيا ثانيا عدم حداثة بعض القطاعات والمديريات ما زالوا يعملوا بالعمل التقليدي يعني ما قفزناش قفزة نوعية لأن في الأساس ما عندناش منتوج نصدره فاذا لا حديث على التصدير اذا كان قارناه بالمنتوج او الدخل الوطني الخام فزوج ملاير دولار لا تساوي شيئا واذا كان خرجت المحروقات ماذا تجد الهاجس الاساسي ونعود نكرر هو يتكون في وزارتان للتصدير وزارة الفلاحة بالدرجة الأولى وأنا نقول لك هو غير 8 ملايين هكتار ولكن 800 ألف هكتار في الأراضي المسقية وهذا هو المهم إذا كان أراضي غير مسقية فالإنتاج فيها ما يكونش إنتاج وما نحسبوهش لا يعد كان صح 800 ألف ولكن داروا قفزة اليوم وصلنا إلى مليون وعندهم بعد ثلاث سنوات هذه المستقبل إلى زوج ملايين ذكر بلد مجاور عنده 8 ملاين و700، انا قلت عنده عنده 8 ملاير و700. 6 ملاير 6 ملاين ونص هكتار في الزراعه التقليديه وزوج ملاين اكثر في الزراعه الحديثه. انا على بالي البلد, البلد اللي تكلمنا له داعي لذكر اسمه، هذاك عاد للسوق في التصدير الى قاره الى ادغال افريقيا ويصدر منتوجو وقدر يوصلو حتى الى اوروبا هذا البلد. ولكن انا على بان عارف أيه. الدراسه درسته جيدا واعطيت المثال للوزير الفلاحه السابق وفي التحليل نتاعي اللي انا درست الفلاحه في الدول المجاوره وكان المثال ما عجبوش أيه. هذا ولكن لا داعي علاش يعني يا سيدي ما شوف التجارب ونستفيد منها المقارنه انا طالعه جيدا لان انا عارف باللي اذا كان بغينا نرفعوا يعني ويكون عندنا تصدير حقيقي القطاع الاول اللي لا ينبغي ان نستثمر فيه هو قطاع الفلاحه وعنده الاسباب وعنده مشاكل وعنده كذا القطاع الثاني هو قطاع الصناعات باش نوصلوا للقطاعين هذوما للتصدير كل قطاع عنده اشياء لازم تتوفر في الصناعه ينبغي اولا ان نعتمد على المؤسسات الصغيره والمتوسطه في الانتاج، لازم ندعمها لان عده دول وكاين من بينها اليابان نهضت الصناعه تاعها بالمؤسسات الصغيره والمتوسطه، وينبغي ان نخرج عن البيروقراطيه هذه اللي عرقلت كل ما هو يعني حسن وينتعش الى او يرتقي الى الاعلى في البلاد، هذه البيروقراطيه هي هاجس يعرفها الكل، وهذه من طبيعه عقليه الفرد الجزائري، انا لاحظتها في عده قطاعات أتروح إذا لكن, إن... لكن, لكن سيد منصوري يقول لك علاش هذه البيروقراطيه تاعنا عندها زوج وجوه تسهل المستورد وتعطي له كل التدعيمات بينما المصدر الجزائري تخليه دائما لا هو لا بعدنا وما راناش لي... واجدين ومازال الحال وكذا لا ليست حقيقه القول حتى في الاستيراد عنده عنده كان عنده يعني الاستيراد كان الاستيراد كان عندنا ما يسمى في بعض القطاعات ببارونات الحاويات وحتى يقولك أن البعض أن البنوك لما يجيها واحد عنده حب عندهم يحب يستورد تسهله هاك الدراهم وهاك الفلوس وروح شري وجيب واغرق ولكن اليوم اليوم دركا ما بقاش بعد انهيار وانخفاض ايرادات الدوله الجزائريه العجز المتوقع سواء كان في الميزانيه او في الخزينه يعني شيء هذا رهيب هنا ضد الافكار اللي كانت عندنا اللي ربما هدمتنا هو اولا الاعتماد على البترول ثانيا الخطاب السياسي اللي كنا ننتهجه في فتره معينه اننا في بحبوحه عملية عمر كل الجزائر كانت في بحبوحة عملية وقت نقول أن الدولة هذه في بحبوحة عملية إلا إذا كان عندها اكتفاء ذاتي في مختلف القطاعات يعني هذاك الملاير اللي كانت عندنا 200 مليار دولار كاحتياط صرف أو في صندوق ضبط الإيرادات يعني من كان إنفاق يعني كان افتحنا الإنفاق لازم يكون عندنا في مختلف القطاعات في عشر مشاريع ما تبقاش 200 مليار دولار وبالتالي هذه كانت يعني مراوغة سياسية ما ارادوش بها الخير للبلاد لان الدوله لم تكن ابدا في بحبوحه عملية وبالتالي كنا دائما نحن في احتياج وفي نقائص في عده قطاعات يعني الدوله شوف مرت بعد الاستقلال مرحله البناء وتجد نمط اقتصادي يعني وان كان اشتراكي وبعد انهيار هذا المعسكر هذا الاشتراكي سنوات الارهاب وين بغينا نفتح قوس علاش سنوات الارهاب لان في السنوات في العشرة في العشريه السوداء العجله التنميه او عجله الاقتصاد الوطني توقفت كليا لكن لكن اليوم سي منصور ال هناك من يريد ان اليوم أن, ان اليوم ان انه يزيد الاقتصاد انه اليوم ان يطور ان يبني مشاريع آه. آه البيروقراطيه ايضا عطلت آه خليني نكمل آه. جمله فقط جمله فقط يعني بعد العشريه السوداء هناك دارت الجزائر يعني الكثير من البناء والتشييد من المصانع من المستشفيات من المدارس والجامعات المطارات في النقل يعني كان قفزه كاين يعني منتوج ملموس في الجزائر ولكن ولكن الشيء الاساسي اللي لازم باش يكونوا عندنا ايرادات اكثر خارج يعني توسيع القاعده الجبائيه يعني العاديه هو الدراهم اللي لازم نجي اول باش نخرج الفلوس لازم نجيب ولا هنا النقطه يعني نقدروا من بعد نتكلموا في الافاق المستقبليه كيفاش يكون السعر ناصري طيب, آه. طيب آه. لازم ننسو الماضي لماذا لازم لازم نشوفوا المستقبل الماضي عشناه كاع ونعرفوه كاع كان وان كان يعني اثر او باخر ولكن ما نقدروش حنا الى الابد نهضروا على الماضي حقيقه نقولوا كاين دوله كاين سياسه اجتماعيه والحمد لله ما راناش يعني قال في ميزيريا في الجزائر ولكن عندنا المشكل وراء عندنا قدرات ما استغليناوش هذا هو ورانا في صراع على مستوى ما نحسبوش باللي حنايا مثلا الندوه إفريقيا قال الإفريقيا تستنى فينا كيما نو ماشي لازم حنا درك كانت عندنا صدمات والمشكل الاساسي كيما تنالش من تجربه هذه هو المشكل كما كما يقول الاخر اون أه بو اون بو سير لي فيتيناير مي فو تيري لي ليسون سيتادير لازم نروح لازم نستخلصوا الدروس من هذا لازم نخلصوا الدروس والمشكل راهو هنا ما نروح على مستوى وزراء حوس استراتيجيه للتسديد بديل حنا نهضروا دير صناعه باش دير صناعه ما عندك ما عندكش الدراهم الا ما عندكش العمله الصعبه الا ما دير صناعه مثلا انا هضرنا على المجلس الاقتصادي موديل دو كرواسونس باش وقتاش اش نديرو الموديل دو كرواسونس اون بير بوكو دو طون الموديل دو كرواسونس الا ما راحش للتصدير وما راحش لا سبتيسيون دي برودوي على واش درنا بصح باش ندير هذا الشيء هذا باش ديرو نهضرو على قطاع مثلا السيارات آه طيب كاين صناعه في السيارات وكاين كذا يعني الحمد لله بصح حنا ما جبناش لي زيكيبمونتي واش معناتها اكبر شركات اللي تعمل لي زيكيبمونت اللي موجودين لازم ما هي السياسه اللي تجيبهم للبلاد ونعاودوا نولوا لو مودا دو كرواسونس حنا نهضروا على حاجه مازال ما شفناهاش في الساحه وقتاش الوقت راهو يداهمونا رانا شوف صدرنا في 2014 نعاود غير 2014 ما مراش بعيد 62 مليار دولار نزلنا 38 مليار دولار ونزلنا 29 مليار دولار هذه هي رانا النص تاع 2014 هذا هو الرهان تاع الجزائر هذا هو المشكل راه هنا ميزانية الصرف لو بالونس دي بيرمو ربما راح ينقصوا 30 مليار دولار رقم قياسي <applause> اللي تخصنا مين راح نجيبوها وحنا نعرفوا باللي الصناعه كاع الجزائريه مبنيه على الاستيراد كاع الصناعه الجزائريه رانا نقصنا نقصنا استوردنا 47 مليار دولار كاع الزيارة اللي درناه نقصنا 4 ملاير ما بين دزنا 51 معناتها واش هذيك الرؤية نتاع البطء يفوغ تابي لو روتار اون اكوزي بوكو دو روتار راه ما راناش انت دوك تجيب ما هي الرؤية تاع الجزائر دو سكون ابال لافال اجوتي مونديال وين رانا كقيمة مضافة الجزء. كقيمة مضافة وين رايحين نسكنوا احنا كيفاش نجيب انا في السياسة رئيس الجمهورية راح كاع نقطة الضعف اللي يعني اللي كاينة قال حنا مرحبا بليزانفستيسور ليزانفستيسور هذه هذا يعني مليح يعني المستثمر الخارجي يسمحها من عند أول مسؤول في البلاد عندها صدى سياسي قوي <مع> لأن أه, لا كونفيونس كيسمحها ولكن على تكنيسيان أنا واحد يجي انفستيسور يجي يعمل ليوزين تاع الشيبس ما قبلوش لازم نقبل لازم نقبل من الشيء من الشيء هذا لازم تكون دراسه ما هما القطاعات اللي الجزائر تعطي كاع السهولات ما هما القطاعات <applause> قطاعات لازم يكونوا للتصدير قطاعات لازم يكونوا بديل على الاستيراد <applause> نعم سي علي باي ناصري وسد عبد الكريم منصوري بعد فاصل قصير إن شاء الله سوف نواصل الحديث حول هذا الموضوع نتحدث عن قضية تجارب الدول التي كانت ربما تشبهنا في حالتنا في قضية التصدير نتحدث أيضا عن الأسواق ما هي الأسواق التي يمكن للجزائر والمنتوج الجزائري أن يفرض نفسها وأهم شيء حول تنافسية المنتوجات الجزائرية هل فعلا المنتوج الجزائري يلقى صدى ويلقى أسواق تستقبله فعلا مشاهدي الكرام فاصل قصير لا تذهبوا بعيد اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في الجزء الثاني من حلقه اليوم من البلاد اليوم التي طبعا نخصصها لموضوع التصدير في الجزائر مع كل من السيد عبد الكريم منصور عضو لجنه الماليه والميزانيه بالبرلمان اهلا بك سيدي مره أهلاً اخرى أهلاً. وايضا السيد علي باي ناصري رئيس الجمعيه جمعيه المصدرين الجزائريين اهلا بك أهلاً. سيدي مره اخرى سي منصوري لو ابدا معك الجزء الثاني قضيه الاسواق الى الى ما هي الاسواق التي يمكن ان نصرف فيها المنتوج الجزائري ما هي الاسواق التي يمكن ان تستقبل المنتوج الجزائري خصوصا وانه المنافسه محتدمه جدا 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 يعني لما نوجه منتوجنا وين نروح سي منصور دعني قبل ان اجيب على السؤال اعطيني 30 ثانيه اعرج قليلا على ما قلته في السؤال السابق أتفند. عندما تحدثت عن الماضي لان لا يمكن ابدا في اعتقاد في اعتقاد جميع الاقتصاديين ان نبني قاعده التصدير في وقت قصير على سنه او سنتين او ثلاثه المشكل ما بديناش إحنا كون بدينا نستناو كون بدينا معليش صبر م. لان هذا لازم يكون عقد من م. الزمن وعمل يعني قاعدي توصل انا كي قلت العشريه السوداء لان بعد انقضاء العشريه السوداء وخسر اكثر من 20 مليار دولار صندوق او لا تريزوري بيبليك فيها صفر دولار في 99 2000 بدينا نعيطوا للمستثمرين واحد لا باغي دي للدوله الجزائريه لان ما عندهاش تكنولوجيا قالك الدوله غير امنه ما نقدروش نجيو نستثمروا دراهمنا بقينا لوحدنا وعملنا لوحدنا وخرجنا من ازمه لوحدنا اذا باش تبني التصدير في المرحله هذه غير يا ربي دير الاكتفاء الذاتي تاعك وهنا نحيي يعني السلطات الجزائريه على العمل الجبار اللي قامت به من اجل حمايه وامن الغذاء الوطني والطاقه الوطنيه من جميع الجوانب، هذه نقطه، غلق القوس الان. الاسواق التي ينبغي الذهاب والتوجه اليها في اعتقادي انا هو اولا تفعيل السوق المغاربيه والسوق الافريقيه. والدوله تفطنت لهذا الامر عبر ماذا؟ ما فاتناش القطار لا لم يفتنا القطار لأن مازلنا في استكمال بعض اللقاءات اللي قامت بها الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية في يعني يعني تعبيد الطريق بإنجاز شبكة طرقات عابرة لإفريقيا اذا كان مشينا ماشي غير في المجال التصدير تاع المجال المنتوج المنتوجات فقط ذهبت اكثر من ذلك حتى في الجانب لا فريكونس نتاع الالياف البصريه نتاع التليكومينيكاسيون نتاع لي بدات الجزائر تسوق في هذا الجانب ووزاره الاتصال اعلنت عن تصدير الانترنت نحو دول نعم نعم البعض هذي... ساخر يقول لك يعني احنا ما انترنت هنا في حاله رديئه وين حنايا ولكن قلت لك انا في مؤخرا الجزائر يعني بعد الصدمه هذه نتاع 2014 يعني حتى الفلسفه السياسيه عند السياسيين الجزائريين تغيرت على, على 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 سابقتها لان المداخيل الجزائريه وهنا افتح قوس يعني حتى يعني وضح للراي العام في لو بودجيت يعني في ميزانيه الدوله الجزائريه المدخول نتاع البترول اي من الجبايه البتروليه لا يتجاوز 25% يعني عندنا 1800 مليار دينار جزائري فقط الباقي خارج المحروقات من الجبايه العامه والعادية يعني حتى لان ما نعيشوش راني كليه من لكن اسواق اليوم ولكن نرجع لك انا للاسواق الاسواق الاول هو السوق الافريقيه لانها في متناولنا المتناول يعني قبل ما نفكر لان احنا المستوى المصدر تاعنا في اعتقادي انا يعني وتكلمنا مع البعض كل الاغلبيه فيهم يحبوا اوروبا ولكن المنتوج وتكلمت على التنافسيه هل المنتوج الوطني ينافس المنتوج الاوروبي نقول لك لا فرق شاسع يعني من فئه الجوانب تمد مغريات اخرى باش تتعوض هذا التاخر نوعا ما في الجوده حتى الاستي... الاستقطاب يعني انت عندك منتوج باش تروج له يعني هنا لازم لك يعني تنفق اموال كبيره في الماركتينغ في اي اشياء باش تقدر تعرف المنتوج تاعك على المستوى العالمي ولكن الشيء اللي في اعتقادي انا وسيدرها راه يعني ميو بلاستيك موا في انا اعتقادي هي السوق الافريقيه يعني والجزائر يعني بدات بوادرها بعد المنتدى اللقاء الاخير اللي قاموه بهنا في الجزائر يعني هذه خطوات حميده نعم. ينبغي تفعيلها في نعم. المستقبل نعم سيد علي بيناصر اذا هل يمكن ان نقول انه اذهبوا الى افريقيا فانها سوق لا ترد منتجاتكم؟ ام أن افريقيا اليوم تبدلت شويه واصبحت عندها معايير وعندها شروط لازم نفهموا كنا نهضروا التصدير لازم نروحوا من عند دخل التصدير ماشي قال افريقيا ولا اوروبا مش هكذا كل منتج يسكون كل انتاج عنده اسواق مش بصوره مطلقه انا رايي المواد الفلاحية والمواد الغذائية أوروبا تستورد ستة مليار دولار ما عندناش إمكانيات المواد الصناعية ما نقدروش نبعثوها لأوروبا ربما ربما كاين أسمدة أو يروحوا لأوروبا لازم نعرفوا خارج المحروقات يعني لو بريمي كليون سي لوروب باش نعرفوا سي لوروب الناس بزاف غلطة لو بريمي سي لوروب لأن أغلبية الأسمدة تروح لتماك حنا عندنا المواد الفلاحية اوروبا تستورد عندنا حق وعندنا قدرات باش نكسبوا في 60 مليار رقم فيها المواد الصناعيه كاين أوروب كاين مثلا كاين افريقيا ما هما الاحتياجات تاع افريقيا ونعاود نولي الهضره الهضره نهضروا من اليوم حتى ألف سنه ما نقدموش باش نقدموا لازم الرؤيه انا اقترحت في الندوه الاخيره اقترحت مهم. طرحت سبع نقط جي بروبوزي جي في سيت بروبوزيسيون نعطيك الاولى قلت باللي الجزائر عندها موقع استراتيجي فريد لان عندنا حدادة مع مع النيجر تقريبا 1000 كيلومتر 956 وعندنا مع المالي 1376 يعني تقريبا حدود في افريقيا في الجنوب 2400 كيلومتر الموقع تاع الجزائر تاع الجزائر يخليها تختار جوج بلدان انا قلت عندنا جوج بلدان استراتيجيه لازم نبنوا عليهم هي النيجر هي المالي مع المالي نقيسوا السنغال ساحل العاج والجمهوريه تاع الكونغو مع الشرق مع النيجر نقيسوا بوركينا نقيسوا لوبينا نقيسوا لو واكبر بلاد اللي نيجيريا ومن نيجيريا كاين لو تشاد مع لو تشاد تدخل الكامرون هذه هذه قوه واش لازم نديروا باش باش نروحوا لافريقيا قال لك حنا بنينا الطريق تاع الصحراء هذاك راه يكون غير يعني مستغل لا شوف عندنا طريق 2400 كيلومتر درنا حتى العين قزام بين عين قزام أصابك اول بوست فرونتالي كان 15 كيلومتر زدنا درناه قعد يعني قطاع يعني كاين طريق بين اسماكا ارليت باش تدخل يعني القدرون كما يقولوا البيتوم 233 تل... آه، وتل... كيلومتر 233 كيلومتر انا اقترحت باش هذو لابيد ولا باديا الجزائر دارت على روحها باش تفينونسي لي تو قلت لهم انا مادام هو في مصلحه اقتصادنا معليش ايه ولكن لازم نضغطوا على هاد البلدان اللي يقولوا لازم نرفعوا يعني العزل نتاع البلدان لان الجزائر قادره يعني اي بو اميليوري لو بوفوار داشا دو نيجير اي سي تريز امبورطون بور نو كيفاش اميليوري لو بوفوار داشا دو نيجير اي دي إيدي ماليا سي كو حنا قادرين او ريدوي لي ديلي اي لو كو لان كي تجي كي تجي حاويه كي تجوز على الجزائر حتى النيامي ولا مثلا الحدود النيجير آه تقريبا سبع ايام وفيها فائده اقتصاديه فائده سياسيه وباش تروح اي وباش تروح من آه من مارسيليا والجزء على الجزائر راهي في الحدادات تقريب 10 ايام باش تروح من مارسيليا نيامي على قطاع الأخر البر تقريب 75 يوم هادي يعني حتى المكان حتى نيامي هادي اللي لت... هاذو لف... نقطه يعني لو بوان فور دو لالجيري كيفاش لازم نكتبو؟ حنا صد... نصدروا انا اللي يهضر لي يقول افريقيا صدرنا في 2015 83 مليون دولار فيهم 70 مليون تاع بترول و 13 مليون خارج المحروقات خارج المحروقات شحال المعدل الجهوي مليار و300 مليون دولار ها هو الواقع ها هو الواقع بعاد لماذا؟ بعاد لماذا؟ بعاد لماذا؟ بعاد لماذا؟ بعد. انا اقترحت في 2011 في الثلاثية قلت لهم لازم البنوك الجزائرية خاصة بيبليك يديروا كونسورسيوم ويروحوا يحطوا في هذيك لان الا الا البنوك مشات معاك وخذيت تجربه عطيت يعني مثال في هذا الباب الا البنوك يمشيوا معاك البنوك يجيبوا لك المشتريه ويجيبوا لك ضمان ثاني الرؤيه حاليا حنا رانا كاين نبيعوا للسنغال رانا ندوزوا على بنك بنك نتاع بلاد مجاوره وعلى بالهم قولوا واش 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 وعلى بالهم الاسعار وعلى بالهم الكليه هل في قادرين يعني, يعني هذه وحدة شفنا كل اوراقنا طيب ثانيا ثانيا انا اقترحت باش تكون اللي دو كريدي ريفولفينغ مع النيجر والمالي واش هو كريدي ريفولفينغ هنا نعطي 20 مليون دولار لان حنا نحبوا لاكرو نعاونوا النيجر بصفه ولا اخرى نعطي لها 20 مليون دولار ما نعطيهاش 20 مليون دولار نعطي لها قرض اللي دو كريدي باش تشري دي برودوي الجزائريه واقترحت ثالث باش تكون تضمن راسات منطقه حره لماذا الرؤيه تاعي فيها منطقه حره لو موديل داجا يعني نوع نتاع الشريه تاع الافريقيين ما يحبوش بزاف البرودوك وما يحبوش يعني لي دو كريدي انترناسيونال ما يحبوش يلبس مباشره يجوا يطلعوا لي يطلع من نيجير من نيجيريا من تشاد من البين من البوركينا يطلع ثمان راسات بين الحداده بين اساماكا عين قزام ثمان راسات 400 كيلومتر يطلع بالشاحنه تاعو عنده منطقة وكان منتوج الجزائري يشري وعوده روح. نعم. هادية الناس تجي ليك وهذه احنا ما بنيناش على نقطة. دوكينا نقعدو نهضروا قال راح نديرو هادي وسياسة نعم من؟ نعم سي عبد الكريم المنصور السي اللي بين نصري قدمنا وش كان قادرين نعملو كثير كثير لكن اليوم تركنا السوق الافريقية والطبيعة لا تحب الفراغ هنالك الكثير من الدول ودول مجاورة طبعا استطاعت أنها تدير مواطئ قدم كبيرة في السوق الإفريقية واستطاعت حتى أنها توظف هذا سياسيا وتعلى بالك ما قيمة السياسة في إفريقيا بالنسبة للجزائر شوف أنا... <applause> بس 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 فكرة برك برك نكمل لك الى ما رحناش اليوم للمالى وما رحناش للنيجر <applause> البلدان هادو راحين يحطوا تماك يستبروا تماك ولست استثمروا تماك هما ذاك الوقت المنتوج تاعهم يجي لبلادنا الى من تحت ثاني إيه؟ الى دار الى دار معمل ما في مالي ولا في النيجر ما هو الاسواق تاول، افريقيا والشماليه احنا الى ما رحناش اليوم غدو ان شاء الله يجي في بلاصتنا سيناريو صعيب صعيب, صعيب. يعني ما يعني الاستيراد تاع لي كونتينير من الشمال يجونا إيه؟ ثاني من الجنوب اسمع أم. اسمع انت انت في كلام نظري لان م. انت باش تروح تكتسح سوق ما <applause> اولا يبغي باين تكون عندك يكون عندك انتاج <applause> ماذا نسوق؟ انا نتكلم خارج المحروقات هذه هي الخطة المنتوج الجزائري ما هو؟ ما هو؟ أين هو المنتوج الجزائري اللي نتكلم عليه في التصدير؟ أين هو؟ نعطيه لك صدروا صدروا اسمح لي خليني لا خليني شركة تصدر 200 مليون دولار خلي خليني نكمل لك شركة وحدة تصدر 200 مليون دولار حتى أوضح الفكرة لأن إذا كان أنا نستورد وصلنا قيمة الاستيراد الجزائري 64 مليار دولار. فقط يعني حسنا أه. خلينا نوضح الفكرة. هم. يعني 64 مليار دولار استيراد مع وصلنا لزوج ملاير و300 نتاع تصدير. كينا كي زوج ملاير مع 64 مليار. شي لا تساوي شيء. إيه. هي انا انا سي سي نيكليجابل بصح ما نبداوش خلينا إيه. يا استاذ خلينا نكمل إيه. الفكره برك حتى الراي العام يفهم إيه. انا حتى اوضح وعلل الكلام تاعي انا كي نقولك ما عندناش تصدير اولا يبغى يكون عندي لو برودوي باش نصدر انا بغيت نصدر 60 مليار دولار يعني قدر الاستيراد اللي نجيبه واليوم احنا وصلنا 47 مليار دولار احنا المنتوج ما عندناش لان الفلسفه عند سواء في البريفي ولا في ولا عند الخاص او عند العام. <applause> الفكره تاعنا في الانتاج ماشي الانتاج للتصدير. ما عندهمش هذيك الفكره. اذا كان يقول لك انا عندي العدد قليل اللي فكر والعدد قليل هذا اللي فكر بهذا كان المنتوج قليل لان اليوم المستثمر تاعنا هنا او المنتج تاع اي مصنع لهنا المنتوج تاعو يسوقو داخل الوطن. والمنتوج نتاعو اذا كان تقارنوا علميا بالمنتوج تروح انت ان اه بتيت اه اونتربريز مثال في الصين اه تخرج لك 1000 وحده في الساعه احنا ما يخرج لكش 1000 وحده في العام اذا وبالتالي اللي هنا الفلسفه والنظره علاش قلت لك انا ما نقدرش نبني قاعده نتاع تصدير هي الاقتصاد الوطني لا تسمح سنوضح لك انا في اعتقادي انايا هذه ما نقدروش نتكلموا درك على التصدير وحنا بعاد كل البعد على المنتوج حتى اولا انا قلت كان لازم عقد من الزمن باش تبني فلسفه التصدير ولكن اليوم اذا كان انا نجيب مليار دولار لا ينبغي نتكلم على التصدير مع الـ مع الـ 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 الاحتياجات تاعي مع المداخيل مع العجز المالي اللي عندي انا اليوم علاش قلت لك انا لازم تكون قاعده نتاع وفره تاع منتوج محلي اكتفاء ذاتي ويكون على الاقل المئة اكثر من الاكتفاء الذاتي باش نروح انا باش راح نفس انا الدول باش نفس منتوج بالكم اولا وبالنوعيه <applause> باش تروح انت المنتوج تاعك يعود قابل للتنافسيه هون هو هذا الانتاج هذا اللي راح نتكلم عليه في الا نادر في بعض المواد أن يعني قلت قلت تعد على أصابع الأيدي وبكميات قليلة جدا هذا جانب أول الوفرة ما عندناش المنتوج ما عندناش النظرة والفلسفة في الذهنيات نتاع المستثمرين ما عندناش سواء كانت عامة أو خاصة هذه الأولى اثنين أنت كي تتكلم على الإصدارات ما هي الفائدة ما هي الإستراتيجية سواء كانت لشخص أو لعام فعلا ما عندكش المنتوج يعني واش راح نتكلموا درك الفلسفه هذه وهذه وهذه كلها يعني يعني انت فكرتني في مقاله الفنان القدير عثمان عريوات يعني في فيلم كرنبال في احنا باش نصدروا العرعار والروينه ما صدروهاش ما صدروهاش اه. ثانيا يعني ترى نكمل ثانيا حتى باش يكون عندنا الانتاج او وفرنا الانتاج عندنا ودرنا قاعده يعني يكون على عقد من الزمن اه. راح يكون عندنا الانتاج ثانيا ينبغي تغيير الفلسفه الاداريه الجزائريه نظام البنوك اللي هي عباره عن صناديق ما تلعبش دورها فعلا مهمه جدا هذه النقاط لازم تعصرن العمل تاعك احنا اليوم مازلنا آه آه ندرسوا في نون نقص ثلاثة في ضبط الميزانية تاع 2014 إن آه الدول رحلة عبر الزمن رحلة اليوم آه يخرج آه آه سنتيم جوستيفيه آه آه آه. ثم بعد يدخل تجيب آه البيلون انيوال في لحظة احنا ما زلنا نقص اليوم انا درسنا في 2014 ما زلت العصرنة الادارية سواء في وزارة المالية في حد ذاتها ولا أنا احيي يعني كي داروا استحدثوا منصب جديد نتاع العصرنه هذا شيء جميل ولكن لازم الهياكل تكون هياكل حديثه تتماشى والعصر حل الاداره الماليه البنوك كي يتقدموا هذوما انت اليوم قانون الجمارك عنده عشرين سنه تقريبا نقول لك انا قانون الجمارك كنا نمشيو بقانون تاع وقت فرنسا هذا ون تم يعني تغييره حقيقة حقيقة تقول لي احنا ما زلنا سواء من باب التشريع من باب التكنولوجيا ما زلنا متخلفين نعم. حتى نقول انا باللي راه نصدر نعم كيعودوا الشيئان الاساسيان هذو وفرة الانتاج والعصرنة المالية نعم. والادارية ثم نهضر على نقاط مهمة سي علي بي ناصري سي عبد الكريم منصوري قضية المنتوج الجزائري ما هو المنتوج الجزائري الذي يصدر بمعايير العالم اليوم ما راش يشرينا اي شيء ماشي ايه حتى أيه. حتى ايه حتى مو عليه اي شيء وثانية قضيه الاستراتيجيه استراتيجيه التصدير هل فعلا احنا تنقصنا الاستراتيجيه ما عندناش اصلا ما ترقصناش ما عندناش ما فكرناش ما عندناش ما فكرنا فيها واش راه يهضر سي منصوري يقول لك ما عندناش انتاج احنا انا شخصيا انا الاقصى من الاقصى انا ماشي مع ماشي مع هذاك الشيء دونيكس تايم الناس بدات تصدر احنا كجمعيه نديروا اقتراحات قال افريقيا اعطينا الراي احنا ماشي دوله على الدوله تبني استراتيجيه احنا قادر نعطو يعني راينا ولكن ما نحبش ندخل في التكنيك دو تكنيك دو ليكسبور هضرنا كاين واحد في الجزائر اول مصدر خارج خارج المحروقات يدير 200 مليون دولار ثانيا كاين كاين قطاعات بداو يبرزوا الكترونيك آه تهدف النقال بدي كاين واحد عنده عنده عقد تاع 50 مليون دولار في اربع سنين في نعم. اسبانيا فاهم كاين واحد اخر ثاني عنده ثاني عنده استراتيجيه راه يبني استراتيجيه عنده في السودان في الاردن في في, تونس في حنا واش لازم انا المقال تاعي الحضور تاعي هنا واش انا ماشي باش ندير استراتيجيه انا الحضور تاعي كممثل يعني في تاع الجمعيه المصدره نتاع المصدرين الجزائريين حنا نطلبوا يفتحوا لنا المجال عندنا قانون الصرف عاقب هضر على الجمارك الجمارك شهاده لله داروا نفس قفزه نوعيه ما عندهاش من الاستقلال اول خطره جزائريين داروا طريف دواني فيه 15.940 ألف بوند 15940 بو سوبوزيسيون واش معناتها؟ كنا نمشيو من الاستقلال بست الاف واش معناتها ست الاف؟ ما عندك حتى رؤيه واش تجيب واش تستورد الجزائر ما كناش على بالنا واش تستورد الى قطاعات خاصه ما كناش نعرفه درك عندنا طريف دواني يخلينا ندير التحاليل الى دولة قادره مثلا تعمل فيسكاليتي في ماده ونعطيك سبيل المثال كان بوند في اتفاقيه مع اوروبا <applause> نقدر نهضروا مع اتفاقيه اوروبا اتفاقيه اوروبا ما تلدم ان هذا كان سوبوزيسيون طاريفير يعني بوند في الرسم الجمركي هذاك يقول لك البقر البقر اللي ولاد والفرد كلش مجموعة في وحده احنا في اتفاقيه الفكره تاع الفلسفه تاع وزاره الفلاحه قال حنايا نرفعوا الحقوق الجمركيه لي دو دوان على البقر اللي يولد هذاك رؤيا مليحه مم. الناس كيفاش كتجيب؟ كانت تجيب الفرد وتديه الباطور تذبحه يعني ما يولد ما يعني كان في الواقع يعاكس الاهداف آه الاقتصاديه تاع وزاره الفلاحه حاليا لا وصرا في رق هذه ثاني هذه حاجه مليحه نعرفه. وش لازم نعرفوا واش لازم حنايا يعني عندنا حنايا يعني كجمعيه عندنا واش يضرنا واش درنا المصدر الجزائري حنا دوك حنا واش نقولوا حنا اللي راهم في التصدير نساندوهم ونعاونوهم كي يكونوا هادو عندهم ثقه في الدوله والدوله تدير فيهم ثقه الاخرين يجيو وكل واحد كل واحد قادر يبني اليوم هذا غدوه هذا غدوه هذا وفيه يعني شجاعة يعني انه واحد عنده نشاط و... يفكر في التصدير في الجزائر لا هي شو مليح احنا كما هضر سي منصوري الشركه كي تنشا تنشا للسوق تاعها. هذا شيء طبيعي. ما كاش شركه تنت يعني الا شركه يعني مخت... بارتناريه تجيب تجيب باش تستغل السوق دي يعني زافونتاج دول لجيري بور اكسبورتي أه سيد علي باي نصر يعني داهمنا الوقت باختصار في اقل من دقيقه، وشو الحلول اللي تقترحها باش نطلعوا ونرفعوا من التصدير في الجزائر؟ اول حلول هو بناء رؤيه استراتيجيه تاع الجزائر نحو يعني الاندماج تاعها في الاقتصاد العالمي كاينين نوت استراتيجي كاينين نوت فيزيون عندنا باش ما نروحش بعيد اتفاقيه مع اوروبا راهي في الميدان حاليا كارثه كبيره للجزائر ما هو رد الفعل تاع الجزائر في 2020 كيكونوا في منطقه حره كيكونوا حاليا 27 بلاد تدخل المواد تاعها يعودوا 27 بلاد تدخل بدون حقوق جمركيه ثاني كاين خمس بلدان راح يزيدوا يدخلوا في 2020 يكونوا 33 بلاد مقابلتنا ما هو رد الفعل ما هي فيها خطوره على الصناعه الجزائريه حالية واللي جايه لا هل هذه الطريقه راح تخلينا نجلبوا مستثمرين نحو يعني لا هذه الرؤيه يعني محتاجين استراتيجيه وربما محتاجين ربما سكرتير ديتا شارجي دو دي لان محتاجين لديه. نعم سي منصوري الحلول واش لازم باختصار شوف باختصار شديد أو اولا هي الدوله بقات اي تمشي في المسحه هذا من خلال عده لقاءات يعني في لجنه الماليه مشينا مع عده وزاره فلسفه ماشيه واش قالوا قاعد يعني يديروا ترشيد النفقات تخفيض فاتوره الاستيراد باش مش لازم يكون عندك منتوج، يعني مقابلها يقابلها منتوج محلي. إذا كان درت ليكيليبر هبطت في فاتورة الاستيراد راح تزيد في التصدير. المنتوج راح يكون لك بدات الاستفاقة في عدة قطاعات وأنا شاهد على ذلك، سواء في قطاع الفلاحة، في قطاع الصناعات، في في عدة مجالات، يعني بدات وعندنا يعني أنا شخصياً يعني متفائل خير ونكون يكون تغطيه المنتوج المحلي ومشاو في حسبه توجيهات رئيس الجمهوريه حمايه المنتوج المحلي وانا طلبت طلب يعني في اللجنه قلت لهم اذا يكون عندنا منتوج محلي نشجعوه بصح في المقابل نوقف الاستيراد تاع المنتوج اشكرك جزيل الشكر السيد عبد الكريم منصور عضو لجنه الماليه والميزانيه <applause> بالبرلمان واشكر ايضا السيد علي بي نصري رئيس جمعيه المصدرين الجزائريين ناولنا هذا الموضوع وان كان يعني يحتاج الى وقت طويل وطويل <applause> لانه يمثل نقطه مهمه في الاقتصاد الجزائري ربما لا مفر منها حتى نواجه هذا الوضع الاقتصادي مشاهدينا الكرام الى هنا نصل الى ختام حلقه اليوم من البلاد اليوم الى مواعيد اخرى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته